هي قراءة جماعية للطلبة الحاليين ولخريجي المدرسة العلمية العتيقة مكديشتا للقرآن الكريم، قراءة ينبعث صوتها من داخل بناية المدرسة التي عمرت لأزيد من 250 سنة. درس منهج جدي ودرس منها أبي، كما درس فيها أعمامي أيضا، ولذلك أتيت إلى هنا لأدرس فيها أيضا، لأكون أيضا من الذين تخرجوا في هذا المقام. كي تقرأ فيها القرآن العظيم، تفسير ديال القرآن، العلم، المذهب المالكي، الطريقة الأشعرية، تقيت لما هي مدرسة اللي هي عطت الكثير لجميع المناطق ديال المغرب، العلماء وفقهاء أجلة، وهي أسست واحد العدد ديال المدارس في جميع القبائل. المدرسة منارة علمية مشهورة بأم المدارس العلمية العتيقة، لكن واقع حالها لا يسير قيمتها التاريخية والعلمية. تحتاج إلى ترميم كما ينبئ بذلك حال لسانها، وهو أفصح من لسان المقال، وأنها تحتاج إلى ترميم والإعانة وما تستحقه لترجع لها مكانتها التي تبوأتها ولاستعادة مكانتها في نشر العلوم والمعرفة. حظيت مدرسة تمكديشت بمبادرة ساهم فيها شركاء متعددون تمثلت في إطلاق مشروعين لترميم والتوسيع وبناء المدرسة. القرن الجديد للمدرسة، وإن شاء الله غادي نحاولوا نرمموا المدرسة القديمة اللي عندها واحد تاريخ كبير في الجنوب كله. هذه المدرسة الثانية في الجنوب بعد تامكروت. المشروع يضم الشقين، الأول خاص بترميم المدرسة القديمة، والثاني لبناء مدرسة جديدة بمواصفات تزوج بين المعمار الحديث والأصيل، وبطاقة استيعابية تصل 100 طالب، وينتظر أن تطلع بدور كبير في مجال نشر العلوم والمعارف بهذه المناطق التي تولي أهمية قصوى لمثل هذه المعالم الدينية القيمة.